ديال البكالوريا ديال البكالوريا هي البكالوريا كتعرفوا هي اول دبلوم جامعي. دونك دابا البكالوريا كلشي اللي بغيت تقيد في الجامعه غادي تقيد. شنو تنقولوا؟ انا عشت هذا الشيء ملي كنت رئيس الجامعه. تنقولوا بان في هذه المرحله الاولى تنتكلفوا بالطلبه الجداد باش نديروا لهم التسجيل ديالهم، نتعاونوا معاهم، وكنخليو بالنسبه للاسابيع اللي من بعد كنزلوا البكالوريا ديال ناقص عام ناقص عامين. ما عمر شي سنه ما وقع فيها شي مشكل في هذا الشيء. تنجاوبوا اغلبيه الاحيان ما تيكونش شي مشكل. نتوما كتعرفوا المشاكل ديال الاقبال اللي كاين بالنسبه لان غنجمعها مع هذه ديال ايا بريس. دابا راه جميع الطلبه ملي كيبغي يديروا تسجيل ما تيمشيش للجامعه ولا الكليه غير هكذا باش يتقيد، كيكون عنده لو رونديفو. اغلبيه ديال الجامعات كيكون عنده رونديفو في الساعه الفلانيه في النهار الفلاني باش يتقيد. الا جا في شي رونديفو اخر ما كيستقبلوش، كيقول له سير حتى من بعد حتى نساليو هذا الشيء وعاد نرجعوا. دونك هذه النقطه ديال البكالوريا حنا كنتعاملوا معها بواحد المرونه. تنظن بان الناس خاصها تصبر شي شويه حتى نساليو مع هذا البنيات والوليدات الجداد، ومن بعد ندوزوا الاخرين. تنظن ان شاء الله بان ما غاديش يكون رؤساء الجامعات راه مكاينين هنا، ما غاديش يكون شي مشكل كبير. اللي تنتمناه هي نسرعوا كيف ما كان في واحد السؤال بهذا الرقمنه باش نتحداو هذه المشاكل هذه. اللي بغينا هو راه تكلمت لهم قبيله على النقاش اللي عندنا اليوم اللي حنا بدينا فيه مع جميع عمداء كليات الحقوق باش الدروس تكون سيناريزي ومسجله على المنصه باش الطلبه يتقيدوا، ولا ما قدرش يجي راه عنده الدروس ديالو اللي يقدر يتلعب معها. وما تنساوش بان حنا فاتحين المجال بالنسبه للجامعه مدى الحياه بالنسبه للناس اللي خدامين. حنا درنا لهم لي طون اميناجي، ها توقيت الميسر باش تجاوبوا حتى هو مع هذا المشكل هذا. وربما حتى هي كتخلينا تكون عندنا شي شويه ديال المداخيل باش نتعاونوا مع الطلبه اللي جاوا جداد، لان محتاجين باش نقويو من الهندسه البيداغوجيه اللي كاينه. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.